بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم أنوار وأزهار في فيديو جديد، مرحبا بكم. اليوم راح ندير لكم بعد غياب مشي كبير بزاف، يعني كنت في سفر، رحت العاصمة وعلى أساس باش نشري المواد الأولية لصناعة الشومع. أنا لأول مرة راح نستعمل الـ يعني مثل الحرفيين الأدوات الأولية، مشي روح نشري شمع ونذوبه. لا، هاد المرة شريت الماتيار بخمير. هنا عندي زيت عطر العود، وعندي فراغرانس جاسمان، زيت الأساسي لزهرة الياسمين. هنا كان اللي ب85,000. أنا من بعد راح نخلي لكم فاتورة المشتريات ونخلي لكم رقم الهاتف تاع الشخص اللي شريت عليه او المحل اللي شريت عليه في العاصمه في برج الكيفان. هذه هي الزيوت، هو عندها زيوت اشكال وانواع، انا خيرت هذو زوج. زيت العود انا راح نصنع بها الشموع، نعطر بها الشموع ونصنع بها المخماريه. بعد تشوفوا هذه الاشغال في فيديوهات قادمه. الثمن يتراوح ما بين 85,000 و 95,000، وكاين اكثر. المادة الثانية سير دو بان، حمض النخيل، حمض النخيل. هذا ثاني راح نخلي لكم الفاتورة نتاعو، كل فاتورة يعني فاتورة كل المشتريات راح نخليها لكم فيما بعد، انا مانيش متذكرة الان. حمض النخيل، حمض النخيل شي يدير للشمع. حمض النخيل شغل يعطيه واحد لا سوبليس، واحد النعومه، لكن اذا استعملته حمض النخيل راح الشمع ما حش يجي ابيض. يعني اللي تحب الشمع اللي يجيها ابيض ما تستعملش حمض النخيل، تخلي لابارافين عاديه، هذا راح يرجع لك الشمع اصفر اللون او مائل الى اللون السكري. هذه لابارافين المادة الأولية للشمع. هنا هذا كيلوغرام، نعم هنايا عندي أن كيلوغرام، كيلوغرام واحد من الشمع الإيطالي، لابارافين الإيطالية ثمنها أغلى من البارافين المحلية، ثمنها 55,000. أما المحلية أو من البلاد العربية المجاورة من تونس أو من المغرب فثمنها لا يتعدى 45,000. هذا الناس اللي هذه المادة الثالثة أو الرابعة اللي جميع المبتدئين يسألون عنها، وهي المادة المصلبة. هذه هي المادة المصلبة، أسيد ستياريك. إذا هذو هما المواد الأساسية لصناعة الشموع. أما المواد أو الأدوات التي نستعملها للديكور او لقوالب او ما شابه، انا ما لقيتش قوالب عند هذا اللي شريت عليه، لكن انا عند محلات الحلويات لقيت هذا فقط، يعني الشكل تاعو عجبني بزاف. الليمو اللي تستعملوهم للشموع ما تستعملوهمش للحلويات، خلوهم خاصين بالشموع فقط. هذا هو الثمن تاعو 250 دينار، يعني 25,000. شريت هذا الكؤوس للشمع ثمنها 6600 دينار، كاين هذا الشكل، كاين هذا، كاين اشكال وانواع، انا عجبني هذا. كاين ليمون، هادو خاصين بالحلويات، السعر تاعهم ما يتعداش 50 دينار، لكن انا راح نستعملهم للشموع او لي فوندون. هذا خاص بلي فوندون، هذه القلوب المنتفخه، وهذا القلوب بالخطوط الجيومتريه، هذه انا راح نستعملها في لي فوندون، ما راحش نستعملها للحلويات اطلاقا. هنا بحثت عن ورق الذهب
ورق الذهب الذي يعني يستعملوه لديكور الشموع او ديكور الزجاج، وكل تحف يعني مثل طابلوهات مثل الاشياء الثمينه. نعم الثمينه. رحت عند اللي بيع الادوات او لوازم الخياطه، سقسيت على ورق الذهب غير موجود، نعت لي قال لي روحي عند تيكنو. رحت عند تيكنو في الشراقه، اول مكتبه، هو الشراقه فيها عده مكتبات تيكنو، انا اول واحده لقيتها رحت لها، لقيت عندها هذا ورق الذهب يعني سعره غالي بزاف، فيه 25 ورقة، السعر تاعو 220,000، 220,000 يعني 25 ورقة تستاهل 220,000، يعني راه تخدمي بشوية عليك، ما تضيعيش حتى يعني الفتات اللي يبقى من الشغل، ديري له يعني ديري له قنينات زجاجية وتجمعيه فيه، راح تستحقيه من بعد 220,000. وبقيت عند تيكنو في الباديون تاع لي بوزار، جناح الفنون الجميلة، جبت الغولييف، كلكم تعرفوا الغولييف ينكتبوا به على الشموع هو ذهبي، جبت الجليتر نوعين هذا رخيص، وجبت هذا هي يعني البائعة هي اللي قالت لي باللي ورق الذهب يلصق بهذا، هذا ثاني شكل غولييف بصح شفاف، هذا شفاف يستعملوا حتى يعني هو غولييف وفي نفس الوقت غراء، يستعملوه اللي يخدموا على المرآة والزجاج يعرفوه مليح. احنا بكري كي قرينا الرسم قرينا على هذا، كنا نستعملوه على الزجاج قبل ما نديرو الصباغ. هادو هما مشترياتي على تيكنو، الفاتورة كلها هنايا جات 340,000، 340,000. هادو قلت لكم باللي السعر تاعهم رخيص، هذا على ما اظن 38,000، نعم 38,000. الغولييف الكبير الشفاف 58,000، لي غليتير هادو 9,000 الواحد، وكما قلت لكم الورق الذهب 220,000، الفاتورة 334,000، 334,000. فيما يخص الزيوت العطرية والمواد الأولية، جاني المجموع 470,000 كما كنت تشوفوا. لاسيد ستياريك 50,000، لاسيغ بارافين 55,000، فراغرانس العود أو زيت العود 165,000، غالي كتير يعني غالي بزاف. وعندنا سيغ دو بالم 45,000، فراغرانس تاع الياسمين 100,000، مجموع جاني 470,000. لهذا الشموع تباع غالية، يعني الناس اللي راح تشري الشموع تقول عليها غالية لأن موادها الأولية غالية، هذا بلا ديكورها وبلا يعني بلا ستراسها وبلا أشياء أخرى. اشتريت أيضا للتزيين الورود، كلكم تعرفوها هناك من يستعملها الحلويات. هنا عندي هادو شريت من عند يبيع لوازم الخياطة، هذه إذا لقيت أنا الشمع الجال، أنا ما لقيتوش في العاصمة، إذا لقيته راح نستعمل لها بالشمع الجال، إذا ما لقيتوش راح نستعملها لديكور آخر. كاين هادي 7,000، وهادي 8,000، كل ما تكبر القنينة يكبر السعر بعشرة دينار. هذا هو شكلها. نلتقي في فيديوهات ثانية أو أخرى، راح يكون فيديو ثاني للوازم الخياطة وإعادة التدوير في مشترياتي، هذه مشتريات خاصة بالشمع فقط، هناك فيديو يتبع للوازم الخياطة وإعادة التدوير والديكور. إلى اللقاء.